Notre regard, dimanche soir, à 23h sur Canal Algérie. اخوتي واش هي هذا السجر هذا الوجع حسن يا نورا نورا يا ولادي اجري وليا اخوتي ما لاباس واش بيك لا واش وجع فيك كلاويه يا بنتي كلاويه راحين يقتلوني حسن لازم نطلعها للسبيطار راح نموت قده قده المره قده المره ما قلت لك لازم كل براسيون انت ما حبيتيش تاخذي الراي هذا هو الحجر راه الحجر اللي ديك اليوم انت شو ما تخلي غير معي السبيطار يبعثوا لهم بيروس روح روح ايدي يا بابا اما هاي نورا بنتي بنتك دارك رجعت بنتك هذه الدعاوي نتاعي خرجوا فيك شه روحي الله لا يردك
خاطرك السد اللي تبقى ما ترد. ثمانية وربع ما بديتيش قشك. ما نقدرش نروح معاك عبد اللطيف. القابله تخلفني ما جاتش. ما نقدرش نخلي سيرفيس وحده. وليه كاينه غير انت هنا؟ يجيبوا هذيك كيف يسموها سوريه ولا؟ امها مريضه مسكينه ولازم تقوم بها. الاولاد واش راه؟ مع ليلى ما يخصهم والو. وانت تعشيتي ولا نجيب لك العشاء؟ اه ما كان لاه. راني كنت شويه مع البنات. الغدوه عاد 8 ما تنساش. ان شاء الله. تهلا في الاولاد. اه صح. صح. تبيني تحسي تقاي مع باباك؟ قولي فحلة إيمان رحت أختي لا الشيطان هذا شبيك راضية؟ شبيك مش كاين؟ قلت لك برا برا. انا واش درت؟ واش درت يا؟ ما نسحقكش تبات هنا ليلة واحدة فهمتي؟ راضية قلت لها واش درت لها انايا؟ معليش معليش الليلة هذه باتي هنا وغدوة الصباح نعطيك واحد لادريس وراه هاد واحد صاحبي ويفتش على خديمة كيما ديالك. ايه ديك الرحمة اللي راني فيها لا مني قلقني لا مني كسر لي راسي. حام يعني حام يعني يا ربي كنت قعدت ترشى في السبيطار ونتهنى منها. فرحة كبيرة. سبع أيام سبع أيام وماما مرمية في السبيطار ولا نهار سقسيتني عليها. هاد القلب عليك يا نورة هاد القلب عليك. تعرفي تشكي منها بصح بها تطلي عليها ما تقدريش. استغفر مولاك يا حسن. وش هاد الكلام هذا؟ وش هو قلقت شوية شعلت البوست هذا ما كان وزيد راني محير عليها كيما مقلق عليها انت ولا اكثر. راهي في عود ما باينه وظهر عليك. خلاص ظهر عليك. المهم هاي الدجاجة هذه صوبيها لنا في الفور باش نطلعها لما عندها سمانة ما كلتش صوب غير في الماء مسكينة وما دابيك داويها مليح.
حيت تموت على الدجاج المحمر. كون مهني كتولي من الخدمة تلقاها ساجية إن شاء الله، درك نسولها كيما تحبها عجوزتي العزيزة تشتي. كون برك جيتي حلوة كيما الماكلة اللي طيبيها والله ما نقول لربي يزيدني. المهم تزربي طيبيها ما بقى حال، أي دوك نولي درك نداويها بالدواء اللي رتحك نهائيا يا عجوزتي العزيزة. تصوير الصفار كون حطوا تصوير تاع جوزتي هذيك الستوت. اليوم نهنيك من عمرك. شكون اللي راح يشك فيا؟ مرة كبيرة زاد عليها المرض ماتت، هذا ما كان. زد شوية في الكحل حل. ما فيها حتى ريحة، حاجة الله ظهر الله. تقول راكي من زمان عايشة في هذا الدار، خدمتك مرتبة ومنظمة، قليل الناس اللي كيفك. أما تانية راكي عجبتيها، نسينا كلي راكي وحدة من الدار. كثر خيركم على الثقة، دخلتي في قلب أمها وحبتك. حياتي انتي المراه اللي كنت نستنى فيها، شحال متمنين انا وما تكوني من اهل الدار. بصح لحد الان مانيش فاهم عليه رافضه الزواج مني. ما نحبش يسعى لي ما فات عليا، الزواج مخوفني. كنتي مزوجه وطلقتي؟ ايه. عندك ولاد؟ لا ما عنديش، كنت مزوجه بالفاتحه، ما كانش على بالي بلي كان مزوج. داني على جال الولاد على خاطر مرتو ما تتناش، كان متمني يزيد عنده طفل. يرزقنا ربي ان شاء الله، واذا كان طفل نسميوه سلطان. من بكري وانا نحلم بهذا الاسم، يكون هو الامير ونعطيه اللي تحرمت انا منه. اب يحميه ويسونه. من اليوم انسي الماضي، فكري الا في المستقبل، وتاكدي باللي معايا راح تكوني اسعد مرة فوق هذه الارض. حياتي تقبلي تزوجي بيا؟ لا يا سمير ما نقدرش، نعرف روحي نبقى ديما مخزونه في هذا الماضي. حيات روحي بنتي، عندي هضره معك. الو نورا صحيتي؟ آه شوفي والله ما قلت ما على بالك. خلايا واش صرا لها؟ بالعقل درك واش بيك؟ ما صرا والو، واش بيك تخلعي هكا؟ ما كان والو، ما كان والو. خلعتني يا راجل، والله غير كايبي فشلو. خرجت الصبعه هذه، خرجت اختي ورده. والجاجة؟ الجاجة حكاية، تعرفي حكاية هذيك قسم واحد ما يديه واحد، هكذاك صارت الجاجة تاعك. شوفي في طريقي واش درت انا؟ عقبتها لامك، والله شبعت لي دعاوي. الو نورا، نورا راكي معايا؟ شبيه هذي؟ جاوبيني جاوبيني يا ما لو جه ربي، جاوبيني يا ما لو جه ربي، جاوبيني. يا خليا قتلت ما ما مات على يدي، يا خليا قتلت ما.
راك يا بنتي واش كاين؟ الحمد لله راكي بخير اما الحمد لله. الجاجة وراهي الجاجة. الجاجة؟ واش الجاجة؟ الجاجة اللي جاب لك حسن الله يا اخي ما تليديش منها. راهي في الفريجيدار خليتها للعشاء. كي جا حسن لقاني تغديت وانت علاه كي مقلقة هكذا؟ الجاجة هذيك ما كان المفروض يديها حسن العجوز في السبيطار، حطيت فيها السم، حبيت نتسنى منها، حتى هي كرهت لي معيشتي يما. الحمد لله لستر ربي وجدت بنتها خرجتها قبل ما يلحق حسن. راني ندمانة يما على الشي اللي درتو، راني ندمانة يما. سامحيني يا ربي، اسمح لي واغفر لي يا ربي، يا ربي اسمح لي واغفر لي يا ربي. وش بك يا بلتي؟ ترهجي مرأة كبيرة ومريضة يا وحدة المجرمة. أنا ما ربيتكش هكذا، أنت رخيصة أنت، يا أنت ما تسواش، حبيتي تهبليني. ولو كان ماتت واش تربحي؟ بلاصة في جهنم يا وحدة الكفرة. ولادك ولادك وين خليتيهم؟ في الدار اما، خليتهم في الدار. اما سامحيني ما تكونيش قاسية معايا هكذا، راه الشيطان اللي لعب بيا وراني ندمانة على الشي اللي فعلت. طلبي ربي يسمح لك وما نعرف الا يغفر لك. طلبي يسمح من عجوزتك وسلمي على رجليها وطيحي على راسها. ولو كان كليت هذيك الجاجة ربي استنى في زوج. واش نسيت لك يا بنتي؟ اللي فيك يكفيك. الله يعطيك العقل، هذا ما نتمناه. امين اما، ما على وجه ربي يروح يقعد لي مع البنات وانا نروح نجيب عجوزتي من عند بنتها. اعطي لي الجاجه هذيك ونطيشها في طريقي. لا كتر خيرك، طيشها لوحدي. عنده الحق حسن كي حب يطيشك. انت ما فيكش الخير انت يا لما خرجتي خوش ما كيش بنتي. خرج عليا، خرج عليا، خرج عليا. لا لا الدار بلا بيك موحشة والبنات سوحشوك، جيت نديك على وجه ربي. يا لالا اسمحي لي نحلف لك باللي ما نزيدش نجرحك، راني كي بنتك ما تفرطيش فيا. على بالي بصح الشي اللي صرا يا لالا خلاني نفيق مع روحي ونبهني وحلي عينيا. لالا سمحي لي. ما سمحي لها برك يا اخي، انت قلب كبير وفيه الرحمه، اسمحي لها. راني مسامحتك كيما سامحتك الزهره في حليبها. راكي مرت بنيه واحده المهبوله، كيفاش نفرط فيك؟ مادام ما تفرطيش فيا نوضي تروحي معايا لدارك. نورا هذه ثاني دارها وانا ثاني ما، وتوحشتها خلي تقعد معنا يا مس. على بالي بلي امك وعلى بالي بلي سالي فيها اكثر مني، بصح والله ماني خارجه من هنا حتى تروح معايا. خالتي على وجه ربي سامحيني يا خالتي، وهي تجي معايا لدارك وبناتك راهم توحشوك. على وجه ربي يا خالتي. خلاص 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 بنتي هاني جاي بدي القشي باك ونروح معاك. خلاص اي شفتي يما، شفتي وانت تقولي نورا تكرهني؟ والله والله غير سمعت فيك عند ورده جات تجري بها تجيبك، تعزك بزاف اما خفيفة على كل حال بصح قلبها مليح. صح يا بني مهورة عندك الحق. الحمد لله على سلامتك يا لدوجة. الله يسلمك الزهرة اختي وبنتك، راني نحبها من قلبي كيما تحب لي بناتها. روحي طيبي لنا قهيوة. لا 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 يكثر خيرك راني رايحة. خالتي والله ما صرات تتعشي معنا بربي ان شاء الله. جبت لك زوج جاجات دوك تصاوبهم نورا كيما صاوبت من الماء. نقول لك اما نورا دارت لك واحد الجاجة محمرة جايبها زعما للسبيطار الساعة كانت منقسمتي يا لدوجة. كثر خيرك يا بني جاجة وعليها الكلام. بصحتك يا الزهرة سيري كل خير
بالكفاره وصيام العام غير تزيدي تقعدي تتعشاي معنا اليوم. الا كيما الدجاجه اللي كليتها في الغداء نقعد. الباب كانت محلوله وسمعت كل شيء. الزواج يا بنتي قصبه ونصيب، وعلى بالي اللي تعذبتي، وانا راني مراه نحس واش تحسي. حبيناك يا بنتي من نهار دخلتي للدار، الماضي تاعك ما يهمناش. اذا بغيتوا يا ولادي نرضى عليكم تزوجوا، هذه امنيتي الاخيره فوق الارض. غير ما تكلميش يا بنتي، قلب الميمه تخبيرها. مبروك عليك يا بنتي. وما عطاتوش الحليب. انت ما تخافيش ربي انت، يا ما تحشميش ضربي مليكه، وحنا اللي مديانين فيك الثقه وعطيك الاولاد هنا. وصلها لك كبيره تعرف. نوضي نوضي تقعدي وخرجي من هنا، وما نحبش يجي يشوفك في الدار هذه. خلاص هيا خلاص ماما، وانت ما ضربتكش. خلاص درك نبدل لك قشك ونهزو ياسر ونروح عند جدك. ها هيا ماما. علاش هذا المنكر دايرينو في هاد الدراري؟ علاه؟ شفتو زرقتو اللحم تاعو، الله يعطيها مصيبة، الله يعطيها ضربة إن شاء الله. هاد المرة أنا نفهم راضية ونقولها تحكم ولادها، ولادها مازالهم صغار ومحتاجين أمهم. نعلبو هاد الشهرية اللي مهملين ولادهم على جالها، كلوا الحشيش وما تهملوش ولادكم، ما تفرطوش فيهم. لا لا راضيه يما، تفضل خدمتها على دارها وولادها. وانت راكي شاهده يما، شحال من مره هدرت لها قلت لها حبتي خدمتك تهلاي بولادك. اها خدمتي، نشتي خدمتي، واش راح ندير لها يما؟ واش راح ندير لها؟ نصنتها. كون فحال يا وليدي، راك انت مول الدار، ما تخليش مرتك تغلبك. هذا وقت نزورو فيه امك، يروح الحال والولاد راهم يسناو فينا. الولاد؟ الولاد ما عندهم ما. انزلي دوك نروحو عندها ونتفاهمو على القضية هذه. على واش كاينة عبد اللطيف؟ علاش جبت الولاد عند امك؟ يخطف راهي معاهم. ما زيديش تهضري لي على الطفلة هذيك. خلاص جبتي لي مشكلة مال الدار، قريب دارت الزبلة فيهم، وهذا على جال واش؟ لا لا ما تقدرش تحبس خدمتها. ندورو ندورو ندورو، مشكل الخدمة يدخل في الحساب. راني عارفه نطولوا ولا نقصروا في بيناتنا على جال الخدمه هذه. واش باقي لعمروك؟ عمروني يا لا تقصدي ما اللي دائما دافع من جهتك. عيب عليك يا مراه عيب. شوفي استعل ولدك ومن بعد تهمي الناس. شوفي شوفي واش درت فيه هذيك الحيوان. هكذا يربي ملايكه خليها. شبيه هذه يا؟ اللي مهبوله هذه؟
شنو غتضربو كيما هكذا؟ يا عمري اللي بهاش ضميري حسبتها حسبتها عاقله وهي السم على معناه. بنتي ماما ندير ربك ثاني ضربت خير خويا اعطيها ضربه ان شاء الله. يا عمري الاولاد يا بنتي محتاجين امهم. اسمعي يا رضيان يا تبطري الخدمه يا ديري كونجي فهمتي؟ ولادك محتاجين في الدار وهذيك انت الاخرى ما نرجعش فيها. انا ثاني خدمتي ما نحبسهاش راكم تسمعوا. عندي حل حل يساعدنا بكل. لا ربي يخليك انت تفهميني نخدم ليلتين ورتاح ليلتين ونهار كامل راني قاعده نكون ضارب بولادي ربي يعيشك. لا قولي له برك. صح عندها الحق يا عبد اللطيف التعب بكل راح يطيح على راسها. الفكره هذه رايحه تخرجكم من المحنه اللي راكم فيها بيكم بولادكم. راضيه تحب خدمتها وتحب دارها مالك غير تقبل يا عبد اللطيف. عبد اللطيف عبد اللطيف واش كاين؟ العشاء راه واجد اذا حبيت نحط قبل ما نروح. ما تقلقيش روحك مازال حال. مال انت تعشيتي؟ اه درت كاس خوت برك. شوف ايمان راني عشيتها لي بيبغوندا ياسر راه موجودين غليت الماء وحطيته في الترموس. قولي انت غدوه عاداش تروح؟ انا عندي طياره على 8 وشوي لازمني نكون في المطار على 6:30. انت ديري مجهودك دي شويه بكري الاولاد يكونوا راكدين الوقت هذاك. حاولي تجي بكري وفرات راك متاكده بلي ما نجيبش ما تقعد معاك. روح مهني دوك نتفاهم مع صوريه باش نخرج بكري من السيرفيس نروح نوجد روحي يا ربي نلقى تاكسي. وبالك شنو وصلك خير؟ علاش تقلق في روحك كيما هكذا؟ اول مره نحكم تاكسي نروح عليا الحال. اسمع راه غادي تروح انا عندو راه خويا نبيك على روتي نعطيها لك دار سيتو طلب قلت لك دار دار قلت لك دار قلت لك دار قلت لك قلت لك دار 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 قلت لك دار 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 انا قلت لك دار 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 اضرب اضرب اضرب. ميتر انا راح الفلاج هذاك مخبر جدرميه. روح 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 ليه ليه
من هنا تموتي. اسمع، هاو الحبل اربطها مليح وتولي تعود تهرب. وانت تحركي نوصل الطوموبيل صاحبنا ونرجع. مرجعتوش؟ خلي بعد نعود تفرت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. راني جاية. اصبروا شوية مالي. السلام عليكم. وليدي واشرك. واشرك يا خالتي لاباس؟ بخير. وفريدة راهي بخير؟ لاباس الحمد لله. خالتي اليوم راني جبت لك واحد الخبر على بالي هذه السنين وانت تستناي فيه. وشنو هو يا وليدي؟ راك خرجت لي قلبي. انت قول. شوف يا خالتي، فريده راهي بالحمل على بالك. هي راح نهبل بالفرحه. هذه السنين ندعي فيها رب العالمين والحمد لله اليوم راهو استجاب لنا وراهو عاد عندنا مولود اخر. سبحانك يا الله، سبحانك يا الرزاق، يا الرحمن يا الرحيم، يا الحنين يا الكريم، يا اللي تكفي الصابرين. الحمد لله يا رب العالمين. وفريدة راهي مليحة؟ والله لاباس يا خالتي. وشني ساعة ساعة يدور عليها قلبها هكذا، بصح يعني ما كان مشكل. أنا جبت لها طبيبة هذيك جارتنا، عطاتها شوية دواء وهي تشرب فيه لاباس. إذا حبيتني نقوم بها نجي معك. لا لا خالتي، مازال الحال باش تكلفي بها. وزيد راكي وحدك هنا، تسكري دارك وتروحي. الزمان راه غدار وما تعرفي واش يكون. عندك الحق يا وليدي،
بصح لازم نخبر خواتاتها. هو عبد اللطيف كي يسمع هذا الخبر راح يموت بالفرحه. هاي على بالي يا خالتي. بصح خالتي ماذا بك مازال ما تقولي لهمش، راني نهار الخميس ندير عشاء ونعرضهم كامل وندير لهم مفاجاه. توعديني ما تقوليش. كون مهني يا وليدي، واحد ما يسمع. وراك رايحه؟ اه عند ماما. وكيف اسمك؟ ايمان. واسم ماماك؟ رانيا. هاي عندي بنتي عند ماما. ها هاي ما تخافيش ما تبكيش. شحال يفرحوا خواتاتك يسمعوا بهذا الخبر. كنو كانت تشوفي نورا ما تمنيش. سبحان الله مغير الاحوال. صح نورا غيرت من طبيعتها وعادت تتفهم مع جوزتها هكذا خير. شربي جو يا ماما. صح. تعرفي يا فريده يا بنتي، كنت حابة أنتي نقعد معاك يا مات. أكي تعرفي عبد القادر ما يحبش الزايد في داره، وأنا تاني ما نحبش نقلق الناس. راكي شتي أنا وراضية كاش مصرة ما بيناتنا. الله غالب، ربي سامحها. أنا والفت نعيش لوحدي. على بالي كنتي تحبي راضية بزاف، وهذا هو الشيء اللي خلى نورا تغير منها وتخدم غير خدايم الردمة. بس حرادي ربي سامحها، وكيما يقولوا كما تدين تدان. يجي نهار ويكبر وليدها ويتزوج ويخرج من الدار ويخليها وحدها، داك الوقت تحس بالشي اللي راكي عايشته اليوم. ماما اللي فيه الخير ربي يجيبه. هذا هو الوقت، نروح نبات الليله عند خوك وغدوه نجو كامل نفرحوا معك. هيا بنتي اتهلاي في روحك وبقاي على خير. ما سمعونيش، خلاو الباب مفتوحة. هادو هبلوا ولا وش بيهم؟ إيمان إيمان رضيا رضيا إيمان Thank you.
شو هذا الحرار يا مدام؟ علاش خليتوه الوقت هذا وجبتوه؟ شو كثرت السخانة تاعو طالعة بزاف؟ لقيتو لوحدو ما على باليش وسع في الدار. قولي من فضلك الحالة تاعو خطيرة بزاف. لا 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 ما تقلقيش يا مدام ما تقلقيش، شوف حنا نقوموا بالواجب تاعنا. واش لازم لي وحكي؟ هذا لازم لي واصف يجي يكون يرجونس مع هاد ميسيون. ما راه عطيني المعلومات تاع الفرق. دخلت للدار لقيتها ساسة على راسها من هذيك الخلعة، وليت مشتش من البيت للبيت. لقيت ولد ابني الحمة تاكل فيه، هزيتو وديتو للسبيطار، والطبيب قال لي هادو يومين ما كلاش. اتهدني كي تبكي يا امي انت ما نفهمك والو بالعقل. قلت لي بلي مرت بني خطفوها بصح راجلها وين راح؟ صحابو قالوا لي راهو في العاصمه راهو خدام، وانا ما على باليش بلي كان غايب. لازم تتصلوا بيه، انا ما على باليش واش ندير. راح نهبل يا ولادي راح نهبل. ما تقلقش راك اما دوك نحاولوك تنتصلوا بها، بس لازم تجيب لنا التصويره تاع مرته وبنته. خلاص تقدري دوك تروحي تروحي، وحنا راح نقوموا بالخدمه تاعنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله يا وليدي الله يستركم. لا عندكم ما تمنوا. ان شاء الله ان شاء الله. حطوا عندك ميساج من عند الشرطة. عند الشرطة؟ الرجاء منكم العودة إلى أهلك فور تسلمك هذا البلاغ، عائلتك في أمس الحاجة إليك. ضبط الشرطة المنطقة الثالثة. إيه وشحال ما نستناك شنيك؟ الحمد لله كي ربي حطك في طريقي. خلاص يا عمري ونفيقك يا سارة بنتي، برك اسمك سارة، كل رزقي يولي ليك ونكتب لك كل حاجة باسمك. ادي بنتي للمانيج مشي كوش تحبي، نسيك في امك هي اللي فرطت فيك وخلت مرمية في الطرق. ايه عندنا ضيفة صغيرة، شكون هذه الزوينة؟ بنت حبيبتك؟ لا هذه بنتي توك، هذه بنت ما مسكينة يا حليل عليها باش تتكفل بولادها، عطاتني بنتها باش تعيش معنا في هذا الخير والعز، طلبت مني باش نتكفل بها. مالا كريم يعيشك، غدوه روح لصاحبك في البلديه باش يسجلها هنا في ليفغي فامي. بالعقل يا ماما، ولو كان الوليه هذه تبدل رايها كيف نديرو حنايا؟ ماما قولي لي وين تكون ماماك؟ تكون في بازا تدوني عند ماما. لا بنتي ما تروحيش. لا ماما دوك نجيب لبنتي الجاتو، نجيب لها الشيكولا. ما نحبش الجاتو، نحب نروح عند ماما. لا ما تخلينيش ما تروحيش. خلاص طب لا هذه لازم ترجع لامها، ما نزيدش نحبها تقعد هنا، واذا عاد تكون قريبه هنا دوك نرجعها. الطفله ما تتحركش من هنا، مشي ربي عطاها لي وانت حاب تسمحيها لي. سونيا انا راجلك لازمك تحترميني، ردي الطفله لامها قالك غدوه قدر ربي يرزقنا. وزيد حرام عليك بها تحرمي الطفله من حنان امها. حرام عليك انت ثاني باش تدي الطفله وتخليني وحدي، الطفله ولفتها وحبيتها ما تديهاش. كريم الله يعيشك الله يسترك يا كريم، ما تديليش الطفله وتخليني وحدي، راني ولفت بها. كريم نبوسك يديك نبوسك رجليك ما تديهاش. خلاص هدني راك ما تخلطيش ومن بعد يدير لها ربي طريق. هاي بنتي هاي ندير وليك حاجه مليحه بزاف دوك تعجبك. هاي نروحو هاي تروح معايا. Thank you.
الله غير، هذا حكم الله. نلقاهم إيمان، إيمان شويه سكت واحترموا المرضى واحترموا المكان تهدنوا وشويه سكت بارك الله فيك يا وليدي ما تلومناش الكبده الكبده اللي راهي تبكي قول لي الطفل ريح شويه قلنا الحق ما تخبيش علينا واش راه الطفل الطفل راهي سخانه تاعو هبطت مازال المشكل انه ما يتنفسش مليح بصح ما تخافوش رانا نعاونوا فيه بالاكسجين شويه سكت من فضلك ما وش راهو ياسر؟ لا بوليس ما كاش ما خبروكم لا راديو إيمان. ما راهو جا عبد اللطيف. الحمد لله يا ربي. واش كاين؟ واش صرا خبروني؟ تهدن يا وليدي. ياسر صلك الحمد لله. دوك اللي هضرنا مع الفاميلي. إيه وإيمان وراضية وين راحوا؟ إيمان وراضية خطفوهم الدار يا ولدي العزيز. خطفوهم؟ وحلاه وكيفاه؟ راني عطيت تصاويرهم للشرطة وبداو يفتشوا عليهم. راكم هنا مع ياسر. وراح نفتش على رضيه وإيمان
وبربي ان شاء الله نلقاهم. ونصومك ربي يا ولدي، ما عندي في الدنيا هذه غير زوج بنات، لكاش ما نبقى في راضيه منتي وشحال صرالي. روح يا ولدي ربي معك. واش راكي؟ راكي مليحه؟ شوفي ماما واش جابت لك. شوف الصباح بكري جبت لك لي جوي. شوفي شوفي واش جبت لك. شوفي ها وليك جوجو تاعك، حطيه تحتك. ها حطيه على جوجو. ماشي تاع نحبو نحب الله عند ماما. هذاك انت يا سونيا، الطفلة هذه عندها والديها ومش سامحين فيها. قولي لي بنتي، شكون هذه المرأة اللي معك في التصويرة؟ ماما راضية. ماماك راضية؟ دوك ندي بنتي لعند ماماك راضية، دوك نديك بنتي. ايه عندك الحق كريم، الطفلة هذه لازم تولي لأم ليها. مش هيك خير، وحنا قادر يرزقنا ربي. سورة الحرم الخلطة تاعي، واش تاني نسكن وحدي؟ واش تاني علاش ما خديتش رايك يا ماما؟ علاش علاش جهنم تاع خواتاتي ولا الحالة اللي راني فيها درك؟ علاش؟ واش تاني واش تاني؟ قلتي ليش؟
عبد اللطيف عيط ولا لا؟ حتى هو مسكين راهو شايب، الله يكون معه معنا. طفي عليك الضوء. واش من القلب وانت هنا ما نرقد حتى نصيب بنتي. خليه ذو الشعر لبنتي، خليه. وينك يا سعيد وينك؟ رحت وخليتني القاسي في الهموم وحدي، وش نقدر ندير في هذه الحالة؟ انت العزيزة أمي. الحجة طلب امين يا امين. يا ربي رحمتك يا ربي يا، يا ربي الطف فينا امين. يا ربي سمعنا اخبار الخير يا ربي لينا ولولادنا. وهذا ما شفنا بنتي برك. اخي الحجة الله يسكت علينا وحبس علينا هاد التلواح نتاعك. الواحد ما كفاش اللي فيه تزيد يطير. لا انا واش قلت يا وليدي؟ انا نطلب في ربي وهذو بناتي هذوما، ولا اللي راهي شعلة في قلبي ما شفتهاش. اه يا عبد اللطيف لا يا مينا ما ديريش عليه، راكي تشوفي او كل مهبول في بصار انا بكل مهبل. الو نعم الشرطه لقيتو ايمان؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله. قولي امها معليش صح لقاو ايمان، لقاوها في طريق هملة مسكينة طاحت في نص النوم ناداوها الكوميساريا. وبنتي راضية كاش خبر عليها؟ مازال ما لقاوهاش الحاجة. وراك فرحان وبالك شي راضية ماتت؟ اه يا الحاجة خاف يا ربي تيجي في عقلك باللي انا نفرط في ولادي. راضية ما ماتتش، كيما لقينا ايمان نلقاو راضية ان شاء الله. نروح الكوميساريا نجيب ايمان. هذه اللي ما بانتش تكون ماتت الزهرة يا اختي، تكون ماتت. بعيد الشر بعيد الشر عليها. ديري شوية رحمة في قلبك يا لا يا مينة، ديري ربي في قلبك إن شاء الله إن شاء الله نسمعوا أخبار مليح إن شاء الله. تقولي ليش ما تقولي ليش قلبي هو اللي خبيري؟ بنتي تكون ماتت ما هيش بخير، مالها ما هيش بخير. كيف هذا؟ حتى ولدك راه ضدي ما يحبش يبكي في داره. علاه نوضي لداري يا بنتي؟ نوضي نبكي على بنتي اللي ماتت. نوضي ما بالعقل ما تقلقيش. واش دنا لهذا الكلام؟ إن شاء الله ربي يفرجها على خير ونسمع الخير عليها. امين يا رب العالمين. بسم الله. وش هذا التنازيع هذا؟ هذا صوت بنادم هذا؟ هذه المرأة وش دير هنا؟ هاد اللي راك ما تخافيش ما تخافيش.
وش راك درتي حتى حتى لهاد الزردال هذا؟ الحمد لله الحمد لله جابك ربي يا بابا. بابا ماشي خايفه، راني حاسه بالامان. بابا لازم نخرج منها، راني هاربه قبل ما يجيونا. بابا ربي يعيشك. نوطي 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 ما تخافيش. وش بك؟ رجلي رجلي بابا. هاكي هاكي العكازه. هاكي هيا هيا يا بنتي. هاي 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 بالعقل نتكاي عليا. تركزي عليا برك. كيف يا بنتي وصلتي حتى هنا؟ خطفوني زوج بوندية، قتلوا الطاكسي ردوني معاهم. اي استرني ربي وقدرت نهرب منهم. ربي يعيشك يا بابا، عاوني باش نخرج للطريق. اي درك يا بنتي لازمنا نبعدوا من هذا المكان، مكشوف بزاف، لازم نقدموا تحت تحت الشجر. رجلي رجلي ماشي قادرة. العقل هذا مش لك. اجوي اجوي. العقل مش لك. العقل ما تشربيش من بزاف، شوية بشوية. بالعقل بالعقل بالعقل. ربي يعيشك ربي يعيشك يا بابا. واش تحسي في روحك درك؟ ارتحتي شوية؟ ماشي قادرة نتنفس، الطريق مازال طويلة. آه ماشي بعيدة من هنا، هاي الطريق هي هناك تسمعي في الطوموبيلات. ربي يعيشك يا بابا، وصلني للطريق، وصلني عند ولادي، ولادي خليتهم وحدهم يا بابا، وانت خبر الجدرمية. ها سعدة! انت الطوموبيل تاع الحاج عمر! ايه هنا ولا؟ يا وراح الفيلان. ايه اما الارواح قاعد مع الشاه. بنتي دروك نهبط للطريق نحبس الطوموبيل ونودي بنتي، ما تعشي غير مع وليداتك ان شاء الله. ربي يسترك يا بابا ربي يسترك. ما تخافيش، هيا دروك نرجع. يا ربي صح. بصح حبيت نعرف حاجه، كيف حتى وصلت هنا؟ الفضل للرجال جده، هي جابت لنا التصويره وحنا قمنا بالبحث تاعنا، والحمد لله كما راك تشوف فيها هاي لاباس بها ان شاء الله. ما تقلقش دير فينا الثقه، التحقيق راه متواصل بربي ان شاء الله. نقوم راني ثايق فيكم 100%. الحمد لله اني لقيت بنتي. بصح ما نحسوكمش، امها لازم تلقاوها بربي ان شاء الله، لازم تلقاوها.
قتلتك شويه وقتلتني شويه. يا بني مقبلات واحد ما حب يحبس لي والمراه راهي في خاطر الفوق. هيا يا بني طلع معايا خلينا نقضوها. تقعد لي في الطريق شويه وقتلتني وتقول لي المراه. والمراه راه من جيل وراها البونديه لو كان يحكموها يقتلوها. يا بني اتقي الله اتقي الله. المراه هذه وش فيها؟ غير هنا غير هنا يا بني من وراء الفيرما هذه نلقاوها راهي تما تستنى فينا. هيا يا بني ارحم والديك. تفضل تفضل. بارك الله فيك. لا اله الا الله ما عند رسول الله. يا خويا في الغيب هذا وين؟ يا ولدي امشي كاينه مرات تسنى فينا لازمنا نغيتوها. الحاج انا بابا ولاد وكلا لك ربي كسمها. يا راجل على خايف والوجه هذا نتاع واحد خداع. ها هي المرا وين تسنى فينا؟ هاي وحدي وراح الشيخ خلاني وحدي وراح. لازم لازم نهرب لازم نهرب. ايه تهتور مسكين. بابا بابا حسبت خليتني ورحت. وجي في بالك نروح ونخليك؟ ماشي من خدايمي هذه يا بنتي. ما تخافيش ما تخافيش راكي سلكتي دارك نسكلفو بيك. الطوموبيله هنا مقاريه مع الطريق ما كاين غير خاطرك. هاي 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 كوراج برك كوراج. ربي يعيشك اديني نشوف ولادي ومن بعد نروحوا للسبيطار. ولادي يا بابا ربي يعيشك. لا لا يا مدام شوفي مدام الجدرميه في الطريق لابد يعرفوا واش اللي صرا لك بالضبط. اما الاولاد ان شاء الله ما يكون غير الخير. ما تقلقيش ما تقلقيش. السيد راهو عنده الحق بنتي لازم نشوفوا الجدرميه الساعه ومن بعد يدير لها ربي طريق وما يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي سمعنا عليها خير ان شاء الله. يا عمري يا عمري يا عمري على بنتي يا عمري على ايمان يا عمري شحال توحشتك. تفضلوا قولي لي بنتي قولي لي قولي قولي لي حنانتي قولي لي. هاي هي عند جدي سلمي عليها. هيا بنتي ان شاء الله نسيب امك يا عمري يا ايمان يا بنتي ودك من فرحتنا ونولوا كيما زمان. فمك ربي الحاجه ان شاء الله. يا عمري توحشتي ان شاء الله ان شاء الله. الو نعم. أهلا فريدة صبا لاباس. إيمان جبتها معايا ضربك. هاي صبا بخير فيها روحي جيبي مع جيبي معك خواتاتك ماشي مشكل. على حساب التقرير أنت هو اللي لقيت السيدة راضية. كيفاش لقيت هذه السيدة؟ شوف يا بني أنا نسرح بالغنم وأنا هكذاك مع الغنم نسمع في واحد الصوت تنازعة نتاع المرأة تلفت نلقى مرمية في الزرداب. الحاج
كيفاش لقيت الحاله الصحيه نتاعها في اللحظه هذيك؟ واش نقول لك يا بني، انا كي شفت من بعيد هكذاك خلعت، حسبتها مضروره، ولكن كي قدمت لقيت بلي اتمال ميزه خفيفه. وزدت مع السيد هذا جزاه الله خير، تعاوننا فيها وجبناها. سنور الدين، حتى هو عاد الملا اللي جبتهم السياره تاعك. نعم السياره تاعي، وشنو الحاج دار لنا خلعه في الاول يعني، والله في الحق هبت شويه، بصح يا اخي رجعت سلامات وهذا واجبنا. يا ربي عاشك. الحاج كش ما عندك معلومات على هذا الناس؟ لا يا بني، انا ما شفتهم وما نعرفهم حتى من الجهه نتاعنا، عافيه عمره ولا صرا فيها حاجه، وعلى حساب الهضره تاع المراه الجهه اللي مخبيين فيها نعرفها، وقلتها للجدارميه اذا حبيتوا قلت لهم نوصلكم ليها. واحد داخلين الكراج شي بسيط، انا ما عندي حتى علاقه بالجريمه تاعهم. ها هو ما لازمنيش نباصي، خذوه نخبر الشرطه. يقولوا فيا واش يحب، انا سارق صح بصح مانيش مجرم. انا عندي كراج ونخدم عازل، هما تجيبوني طوموبيلات المسروقين انا نصلهم ومن بعد نعاودو نبيعهم بيز ديطاشي. ايوا كمل بصح في المده الاخيره هذه قتلوا الشيفور، والمراه اللي كانت في الطاكسي خطفوها، خافوا لا تهدر. وانت تعرفهم مليح؟ هذو هما اللي هدروا عليهم في الجورنال. وعلى بالك بهم الرهم؟ هم عندي في الكراج، خبيتهم وجيت باش نقول لكم. اسمع، اذا كان جيت باش تمسخر بينا ولا تعقب بينا الوقت راح تسقم لك غاليه. والله غير هذه هي الحقيقه، انا صح سارق صح مانيش قاتل، ولا هذه جيت باش نسلم روحي، والله ما عندي حتى علاقه بالقضيه هذه. صح، من بعد نشوفه. تقدر تقول لنا وين جا الكراج تاعك؟ نوصلكم اذا حبيتوا. لا ما كان، لا اعطينا المفتاح واعطينا العنوان وانت تريح هنا. Thank you.
تسنيني هنا راني ما نطولش ونرجع. ما طفاش عليك عبد اللطيف، توحشت بلادي. هدموا لي حياتي، شنو يهدمها لهم؟ الرجل تاعك لطيف، واش دير وليدي؟ واش كيدير في السبيطار؟ ما كاين والو، حمى خفيفه هذا ما كاين. ماماني ماما، ماماني ماما، زيديش تخليه وحده خلاص فهمتي. ماماني ماما، كي راكي بخير ورجعتي لولادك. عذبوك ولات الحرام؟ شوفير شوفير مسكين، مرتو ولادو لازم نحن نشوفهم. ما تقلقيش روحك، كي نروحو نعزيو نديك معايا. حطي في بالك راضية بلي ما نفرطش فيك مهما تكون الصعوبات. نزيدوش نبقاو بنتي، نزيدوش نبقاو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. عبد اللطيف عبد اللطيف وي تفضل كيسي لي فيش تفضل راضي هاك يا عمري لي فيش راح نجيب لي باجاج نمشي ما كاينش لازم اشوف وش رايك بالمفرد حويصه ركبت
شوف يديك واحد البلايص عمرك شفتيه. هاي معايا.